ينضم الينا من نيكوسيا ماريوس هاجي كرياكوس وهو محلل استثمار اول لدى اكس ام. ماريوس اهلا وسهلا فيك معنا. فيما يختلف رؤساء الفيدرالي فيما بينهم ويناقضون بعضهم في اكثر من وقت، دعني اسالك الان عن السوق. شاهدنا طبعا مع هشام قبل قليل هذه الارتفاعات القوية التي تبقى في الأسواق الاس ام بي، يبدو بأنه يعني يخرج من نطاق ضيق جدا تداول فيه في الأسابيع الأخيرة، لكنه لا يستطيع أن يخرج عن 4200. لماذا هذا السقف يثبت يعني قوته بالنسبة للاس ام بي، وهل أنت بايع أم شاري في هذه المرحلة؟ صباح الخير. أنا أميل إلى البيع في الوقت الحاضر ودعيني أشرح السبب. تفقدت الارتباط بين مؤشر الناسداك وعائد سند العشر سنوات، وعادة هذا الارتباط في النطاق السالب العميق، ولكن في آخر 10 أيام 95% كان إيجابيا. هذا يعني أن عوائد الناسداك كانت ترتفع في الوقت ذاته خلال هذا الشهر. هذا يعني أن الأسواق لا تتداول بناء على الفيدرالي. هناك شيء ما آخر يحصل، والأمر لا يرتبط بتوقعات العوائد وهي لا تحرك الأسعار. وإذا نظرنا إلى التقويمات هي مرتفعة. مؤشر اس ام بي عند مقر ربحية 18، وإذا نظرنا إلى مكونات البورصة هناك 5 شركات تكنولوجية أساسية هي ما يرفع السوق. وبالتالي ما يحصل برأيي هو أننا ما زلنا نستوعب السيولة التي ضختها البنوك المركزية في النظام بعد الأزمة المصرفية. قبل ذلك كنا أمام الصين واليابان وكان يضخان سيولة في نظاميهما، لذلك كنا أمام فورة في الأصول ذات المخاطر العالية هذا العام. لكن هذا الأمر سيتغير في فصل الصيف بعد صفقة سقف الدين، وتسعدني مناقشة هذه المسألة إذا شئتي. لا شك نحن نعرف أنه في أزمة لرفع حد السقف أو سقف الديون في الولايات المتحدة، لكن أيضا نعرف بأنه آثار هذه الأزمة يمكن متخيلة، لأنه لن يعني التأكيد هو من كل الأطراف بأنه فعليا ما رح يكون في تخلف عن سداد الديون، وبالتالي هذه الحركة التي تشهدها في الأسواق الآن هل تحسم تماما النتيجة؟ هل بالوقت اللي رح نوصل فيه لقرار حول اتفاقية أو عدمه بتكون السوق أخذت كل هذا بعين الاعتبار وانحسبت كلها؟ أعتقد أننا سنكون أمام حدث يحصل في البيع عند صدور الخبر أو سيل ذا نيوز. في آخر مرة ظهرت فيها في برامجكم قلت أني أرى الأمر من زاوية السيولة. وزارة الخزانة لديها 60 مليار دولار حتى التخلف عن السداد. بحسب تقديرات وزارة الخزانة هي تريد لهذا الرقم أن يكون عندها 550 مليار دولار بحلول نهاية هذا الربع، أي بعد صفقة الدين. وزارة الخزانة ستصدر الكثير من السندات، وهي ستسحب ما يقرب من نصف تريليون دولار من السيولة من النظام. هذا الأمر يضاف طبعا إلى حقيقة التشديد الكمي الذي يمارسه الفيدرالي ب 100 مليار دولار شهريا. وعندما أنظر إلى فصل الصيف أرى أن السيولة ستكون أكثر شحا في ذلك الوقت، وعندها سنرى الفور التي حصلت في البورصة ستتراجع، وسنحصل على عمليات تصحيح، وسنرى تداولا أقرب إلى الوضع الطبيعي، وساعتها قد يكون الفيدرالي هو الجزء الأهم أو ربما أرباح الشركات، لأن حاليا الأمر مرتبط بالسيولة. يعني طبعا في كثير من المنطق بما تقوله. اللي عم يدفع الآن الارتفاعات بالأسواق أكثر من أي شيء آخر هو التخوف من التخلف عن عن هذه الارتفاعات، اللي نحن بالعامية أو بالإنجليز دائما بيقولوا بيقول لك فومو، الناس خايفة إنه تروح عليها الفرصة بما معناه.
بالنظر انه كلنا بنعاني من هذه الظاهره، الى اين تتوجه السيوله، اي سيوله متاحه الان في الاسواق؟ تسألينني عن فئات الأصول التي تفضلينها؟ تحدث عن القطاعات الأكثر دفاعية، يمكن هي الأسلم بالوقت الحاضر. ليست هناك أماكن يمكن الاختباء بها. كان هناك اختباء أو لجوء إلى أسهم تكنولوجيا وهي سجلت صعودا عاليا، وحاليا ليست هناك ملاذات آمنة كثيرة، فالأسواق لا تعطي احتمال رفع الفائدة من الفيدرالي حقه. بولر كان يتحدث عن هذا الأمر، وهناك إشارة واضحة من باومان وهي عضو دائم، وقالت قبل أسبوعين إن أحدث البيانات مؤشر أسعار المستهلكين وسوق العمل تشير إلى الحاجة إلى رفع للفائدة، والأسواق تحتسب ذلك فقط بنسبة 20%. إذن الأسواق تغلق عيونها ولا تراقب المخاطر الفعلية برأيي، وليست هناك ملاذات آمنة واضحة. أعتقد أن أسواق الأسهم ستتراجع والدولار سيقوى مع اقترابنا من فصل الصيف بسبب نظرتي إلى الفيدرالي وموضوع السيولة في السوق. ماريوس حاجي كرياكوس، شكرا جزيلا حضورك معي هذا الصباح.